السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ماستر التقنية وياكم أخوكم ماستر. شباب، بهذا الفيديو عندنا هواوي جي 8. أكيد هو ثاني هاتف من شركة هواوي، يحمل المواصفات شبه قوية من الفئة المتوسطة وبسعر مناسب. فاليوم جبت هذا الجهاز وسويت له فتح صندوق زائد مواصفات، خلينا نتعرف عليه. طبعا شباب، بعد ما جبت الجهاز وكان سعره تقريب 325 الى 315 الف دينار عراقي على طبيعة المحل طبعا، وكان هذا الجهاز اكيد من الفئة المتوسطة، لكن من الدرجة الثانية، يعني الفئة المتوسطة الى الخارقة، لان كانت مواصفات الجهاز شبه قوية نوعا ما، واكيد هذا الجهاز راح ينجح بما يقدمه من مواصفات وبسعر مناسب. فهذا فتح الصندوق للجهاز. طبعا فتحت الجهاز انا قبل وشلت الستيكر الخاص بي، وهاي المواصفات اللي موجودة على الستيكر، انه هي 13 كاميرا زائد الامامية 5، السنسر الخاص بالبصمة 2.0، وهذا اللي دائما اللي تخلي ما يميز الجهاز. طبعا من العلبة الثانية موجود مثل ما تشوفون امامكم راس تشارجر زائد بسمار للشريحة زائد هيتفون زائد مثل ما تشوفون كيبل لليو اس بي من نوع المايكرو الخاص بالشحن. اما بالعلبة الثانية طبعا مجرد علبة وتحتوي على كتالوجات بسيطة زائد ايمي زائد مثل ما نشوف انه لزقات خاصة بالشركة ومديل وبرقم الجهاز. طبعا هذا كل اللي يحتوي العلبة زائد الويك المتجر الويك وهي دعاية إلى طبعا من شركة هواوي. هذا كل اللي يقدم الجهاز. أما من ناحية التصميم والديزاين، فمثل ما تشوفون الجهاز تقريب من المعدن بالكامل، من هذه الجهة البور زائد الفوليوم، من الأسفل السبيكر زائد الميكروفون تاي زائد اليو اس بي، من هذه الجهة الشريحة أو الشريحتين او الشريحة رام او الشريحتين، من الاعلى الجاك زائد الميكروفون الثانوي، من الامام الشاشة زائد الكاميرا الامامية اللي هي دقة 5 ميجا بكسل زائد الفلاش ال اي دي الخاص بالاشعار، وهذا الثيم انا نزلته. طبعا دائما كل ما اجيب جهاز من شركة هوا انزل الثيم اللي يشوفونه قدامهم، فهو مو ثيم موجود بالجهاز. قياس حجم الشاشة هو LCD 5.5 بدقة 1920x1080، 401 نقطة في البوصة، واجهة الايموشن هي 3.1. طبعا دائما حول الجهاز، هو اكثر مواصفات الجهاز راح تحصلونها من ناحية المعالج، فالمعالج هو خاص بالجهاز راح يكون 8 النواة بتردد 1.7. اما الاصدار هو المصاص اللولي بوف 5.1 مثل ما تشوفون امامكم. ذاكرة الجهاز 32 جيجا بايت، زائد رام السرعة الخاص به هو 3 جيجا بايت، وهاي اهم فقرة بشركة هو انه هي تذكر مواصفات الجهاز اللي موجود عندها بالضبط. من ناحية التخزين، فهو الجهاز 32 جيجا بايت، اكيد انه هو من 32 جيجا بايت راح يعطيك مثل ما تشوفون خالي للاستخدام هو 24 جيجا بايت، اما الباقي فهو للنظام الخاص بالجهاز. وهذا الشيء اغلب الاجهزة اللي موجودة بالسوق تقريب تستعمل هي فقرة الذاكرة، انه اغلب الذاكرة تروح للنظام نفسه. من ناحية الشحن، في الشحن بالجهاز كان نوعا ما مرضي، يعني شحن الجهاز كان شحنه ايجابي يعني من ناحية الاستخدام. اما بالنسبة للصوت فهو الطامة الكبرى بالنسبة لي، اكثر ما عانيت بهذا الجهاز هو من الصوت مثل ما تسمعون. طبعا صوت الجهاز كان جدا جدا سيء، بحيث انه صوته ما تسمعه باغلب الاحيان، وكل ما عليت الصوت كان الصوت بنسبة تشويش جدا قوية. فلهذا السبب انا هذا الصوت الجهاز بالنسبة لي بالنسبة للصوت ما عجبني ابدا. اما بالنسبة للادوات اللي اضافتها شركة هواوي، مثل ما تعودنا
انه هي تضيف اكثر الادوات اللي موجوده، زائد النظام السكيورتي اللي تشوفون التطبيق خاصه بقفل التطبيقات بالبصمه، وهذا اغلب المستخدمين يستخدموه هذا، لان اكثر التطبيقات تقريبا ناجحه من شركه هواوي. راح احاول افتح اكثر من تطبيق حتى اختبر لكم سرعه الجهاز. مثل ما تشوفون سرعة الجهاز كانت نوعا ما إيجابية، يعني قياسا بسعر الجهاز زائد الفئة المتوسطة من الجهاز نوعا ما كانت مرضية يعني، لكن بي بعض التعليق. أعتقد بسبب الواجهة الخاصة، واجهة إيموشنية 3.1، وإن شاء الله راح يجي لها تحديث يتحسن شوي من سرعة الجهاز. مثل ما تشوفون بذات التطبيقات كانت بي بعض التعليق. بالنسبة للكاميرا فالأمامية 5 ميجا بكسل، لكن دقتها ما كانت مرضية بالنسبة لي، وبالتصوير الفيديو كانت جدا جدا رديئة، يعني تعطيك دقة 3 ميجا بكسل تقريبا. وهاي الصورة أمامكم بالكاميرا الأمامية، أما هذه الصورة فهي بالكاميرا الخلفية. مثل ما تشوفون الكاميرا الخلفية كانت نوعا ما يعني إيجابية، زائد الحركات اللي ضافتها شركة هواوي، انه التركيز التلقائي زائد ال HDR زائد البانوراما، وكل هذه كانت من جانب الشركة. اما شغلة الشريحة مثل ما تشوفوها، انه هذه من احد عيوب الجهاز، انه يستقبل يا اما شريحتين يا اما شريحة ورام. بالنسبة للسنسر الخاص بالبصمة، هو يستقبل اكثر من 5 بصمات من اصدار 2.0، وعبارة عن ماوس يتقبل حركات انه انت تقدر تقلب الصور او تفتح التطبيقات او تنزل بردة الاشعارات. ومثل ما تشوفون امامكم، بالنسبة لاصدار الجهاز، هو الاصدار اللولي بوب 5.1، ولحد الان ما اجى تحديث المارشميلو، لكن بالمستقبل اعتقد راح يجي هالشي. زائد طبعا وضعيه التلقائي بالضوء دائما اركز عليه، لان اكو اجهزه ما تحتوي على هذا الشيء، انه انا بمجرد ما انطيت تحقق من التحديث انه انطاني لا يوجد اي تحديث، بما انه تحديث اصدار لولي بوب، فهذا الاصدار لحد الان يعني موجود على الجهاز نفسه، واعتقد حيستمر فتره، لكن فتره جدا قليله من تاريخ نزول الفيديو، يعني شهر او اقل بين ما يجي له التحديث المارشميلو اللي راح يضيف عليه كثير شغلات، وراح يخلي الجهاز اكثر ثباتية واكثر خصوصية. بالنسبة لتطبيق السمات، هو تطبيق مميز، وهذا الثيم اللي انا دائما انسأل عليه، مثل ما تشوفونه بهذا الشكل اللي حاب يحمله، تقريب من ارقى الثيمات اللي شفتها، انه من الفئة المتوسطة لكن يحتوي على عيوب، فما انصح بيه بشدة. اللي عنده إمكانية ياخذ أعلى من عنده، واللي ما عنده ياخذ الجهاز، ويعطي نهاية أسفل الفيديو.